ما هو النمو الشاذ للقصبة الرئوية BPD؟ تبدأ الرئتان بالتكون في الأسبوع الرابع من الحمل. تتمثل الخطوة الأولى في تشكيل الأنبوب الذي يصبح في وقت لاحق القصبة الهوائية، وفي الأسابيع التالية ينمو هذا الأنبوب ويتفرع إلى المزيد من الأنابيب. وابتداء من الأسبوع 26 تبدأ أول الأكياس السنخية بالتكون، وابتداء من الأسبوع 32 تتكون الحويصلات الهوائية النهائية مع الأوعية الدموية الصغيرة على شكل الشعيرات الدموية. ولا يكتمل تكون الرئتين بشكل كامل لدى الطفل في رحم أمه إلا بعد مرور من 34 إلى 35 أسبوعاً على الحمل. وفي حال ولادة الطفل قبل أوانه، لا تكون الأكياس السنخية والأوعية الدموية المصاحبة لها قد اكتملت على النحو الصحيح والمطلوب. وحتى الأسبوع 22 لا يكون بالكاد هناك أي من الأكياس السنخية، ثم تبدأ بالتكون ولكنها لا تكون مفتوحة على النحو الصحيح المطلوب. إذا ولد الطفل قبل اكتمال نمو الرئتين، فسوف يكون بحاجة للعون والمساعدة في عملية التنفس لفترة طويلة. وعلى الرغم من ضرورة ذلك، إلا أن هذا قد يعود بالضرر على الرئتين. وتعرف المشاكل التي تتسبب فيها الولادة قبل الأوان والتنفس الاصطناعي بما يسمى بالنمو الشاذ للقصبة الرئوية BPD. الأطفال الذين يعانون من النمو الشاذ للقصبة الرئوية BPD يواجهون صعوبات في التنفس ويكونون سريعي الغضب، وتستمر الرئتان في النمو ولكن يكون نموها دائماً متأخراً. الأطفال الذين يعانون من النمو الشاذ للقصبة الرئوية BPD هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض نزلات البرد والالتهاب الشعبي والالتهاب الرئوي والربو.